تعاني والقلب عالي سيرت بي ضبية شدرة عزوتي لا شاني بيشاني والهموم من أقبل التبرع يا حي يا حي يا حي اسمعني ما تكونش حبل اليخو وركز معايا يعني حيطلع كم بالريال 50% دول ما في معلوم بس انت في بي واحد سيدي طلع فايده 2 ريال يعني 10 سيدي طلع 20 ريال اوكي باس اوكي طبعا اوكي يا حلاوتك يا برعي الريال حيلعب بيدك لعبوه وحيصير عندك سلسله مطاعم برعي زي بقيه الخلق يلا ايدك على اول شحنه ايوه ايوه ايه انت التاني بقولك هات اول شحنه يعني كم سيدة عاوزني امشي على زباين القهوه فهمتيني I know I give you one pack you give me 10 ريال اوكي اف كورس اوكي اخيرا كاليو وقالي معش فوش ابو قبقب الابيض هذاك قبت فيلم جديد رعب تعال نتفرج عليه قحكم بليس من الرقابة يا جماعة ما لحقنا نشوف شي من الفيلم زين سوات فيكم رقابة أصلاً أفلام الرعب مش من المفروض أني أقروهن في الاستوديوهات من الخوف والله نهني في ذرينا الخير الفيلم مكتوب علي زايد 18 يعني عادي نحن الكبار نشوفه لأنه قلوبنا تستحمل اللي فيه عور زايد 18 عور يك هذيك إلا لصقة والفيلم يكون كله لا قتل ودم ودحيص ومحيق بصراحة ما هو زين لي أنا ونجمة بتي آخر بس قنعت ما عاد بغيت أشوف شي يلا أنا بسير مقهى برعي أشرب لي مقه حق شاهي أسلح بهالمزاج عور قنع عور أمبا بس اللي دحر سهالة وسكر السدة ورايك يا أخوك ما صارت هلا أفلام مقطعة من أولها إلى آخره هبا أبا نشوف هالفيلم وخلص العن بليس من ويهك يا بريك وعلمنا وش السالفة هلا عزيز يا بريك جبتها في السمين يا أخي أنا سار لي نفس الشي لو انتوا وش فيكم فهمونا السالفة ولا بنهد ليكم المقهى وبنروح البيت خبري يا ابو نيمة خبري
النار زلامه، والله ما تكلم قبلك، تكلم انت بريك. لا والله حشمه قدمتك. انزين وراسك ما انطق بحرف واحد، تكلم انت بريك. لا فرحه، لا والله حشمه قدمتك يا ابو نيمه. انزين بالطلاق في حرمتي بال18 اني ما اتكلم قبلك بريك. بعهد الله ميثاقه بروس البوش، الله انجف العزمه يا ولد قدمتك يا ابو نيمه. ايه تقلقلت نحنكم ان شاء الله، واخرتها معكم انتوا الاثنين، فتوا السالفه. الله وابي وابي وش فيكم؟ انت بتطلق وهابي بيع بوشه؟ استهدوا بالله، وش مستوى محاد؟ وش عندكم؟ ابو سلوم يرضيك، قبت فيلم بخمسه ريال اوين اصلي، يوم شقلته العزيز ما شفت منه الا دقيقتين ثلاث، كله مقطع من الاول للاخر. يا اخي هذا الكلام مو صح. ابدا ما صح وما يرضيني، بس ما بليد حيله يا اخوك. لا في حيله، اذا السالفه كده بسيطه يا سمحاد، انا معايا كل الحلول، مع برعي على الاصل دور. ايش محتواك من هالهريه؟ فاهم ليه؟ يعني انتم ما عندكم مشكله دي التعطيه؟ الحل معايا انا، وبدل ما تدفعوا 5 ريالات بس تدفعوا 4 ريالات وشلوهم. ابو رعي ايش انشل؟ اتشلوا الديفيديهات، نسخه اصليه 100%. برعي كم مره ناهنك عن هاللعبه من تحت لتحت، يوز يوز، بعدين تردد تقول سويت وسويت، بتودع عمرك تراك بالتهلكه. تهلكه ويش؟ فال الله ولا فالك. الله انا شغلي كله في النور، وبعدين انت ما حدش قال لك وضربك على ايدك عشان تشتري، والزباين واجدين والحمد لله. صح كلامك يا ابو رعي، الزباين واجدين ومحاد اولهم. انت ابو سلوم ما تريد تشتري، لا تخرب البيعه علينا. ابو رعي انا اشتريت، بس سجل على الحساب. يعني على الحساب؟ اوه نعم استاذ، رابيته بعيونه. رابيته؟ نعم بعيونه. من؟ هذا اللي اسمه برعي. وين؟ هناك في المقهى. متى؟ 7 المساء. ليش؟ ما اعرف، انتو طرشتوني حلو. من؟ برعي. والحل؟ الحل في الخلطة. الخلطة؟ لا اقصد الخطة. طيب طيب، سك الباب وراك. ايه السامعين 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 يا السامعين، السامعين 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 السامعين. اعوذ بالله من هذا الكراثيف اللي من الصبح اسبحنا واسبح الملك لله. يعني انت اللي وياكم شومس الس ابو الس. ابو سلوم لا تدخل عصك في شيء ما يخصك يا رجال. يقول مثل اذا كان برعي دليل قوم فما على بريك وعارف الا الرحيله. انزين يا رعاة الرحيل والبابي في ود جمل، والله صدق المثال اللي قال، يوم ما رمت تطحن له قامت اللاتكي. هذا اللي مش عاجبك له بيجيب الناس يديهات عوقة تريح المزاج. الحين الواحد يحس نفسه شاف فيلم كامل من غير المنشار، هذاك اللي رايح يأكل ونازل يأكل. صبح صبح يا عم المثقف، ده الجرنال بالمقلوب. هاي بس انا فهمتك، انت عاوز تلفت انتباهي عشان اجيك واكلمك. ها عاوز كم؟ ها ماري شي، انا بس اشوف الصورة، ما احب اقرا جرايد، تراني ما متفيق. ما متفيق؟ انا اللي حفيقك، انت شكلك عاوزها كاش. عاوز كم دي في دي؟ قول من الاخر. هذا شكله هيخرب علينا الخلطة، تو ده مو سويبه. يلا زين، ناول نسنيني هكشن. هكشن؟ طيب يا بتاع الهكشن يا جامد انت، انا هروح اجيب لك الهكشن قبل ما تجهز غوازيك يا بتاع الجرنال بالمألوف. انا ما عملت حاجة، انا ما تزخنيش، انا بريء بريء، الحقوني الحقوني. وشو؟ ابدا ما اسكت عن هذه السالفه، اسقر لي محاد وعارف وبريق ونور الرحمن واللي تلقاه في دربك، قول لهم حال الطواري، خلاهم يجون هنا واسحبهم سحاب. عاد هذا برعي ما لعبوه. هيه. سمعوني، عندكم 5 دقائق بس، ما اقدر اعطيكم غيرهن. 5 دقائق بس؟ بس كذاك القانون يقول. معلش يا سبي معلش، كفارة يا حبيبي، دي الغالية بالتسعدون أعلنت حالة طوارئ في الحارة، ما تخافش وإن شاء الله حيشوفولك حل في الوهجة دي.
ربنا يسمع منك يا ناس. ده انا والله قصدي كان شريف، وكنت عاوز اتوسع واعمل سلسله مطاعم برعي برعي في دفرس، يعني نفس ماكدونالدز. اسمعوني يا اللي كلكم بلاوي، برعي حبيبنا وطايح في ورطه ولازم ننجيه. انا سالت واتقصت عن مشكلته، وقال ابوي سالفته يبقى لها محامي، واللي ترى التهمه لابستنا من راسه لبهامه. ايوه يا بنت سعدون، خلي يرزح ويلطم على عمره، ما حد قال له يبيع في المقهى حاجات غير الشاهي والعسير. لا عسير ولا رزفه، هيك انك انت ما اشتريت منه وشيعته. اشوفك تبريت محاد، صدق المثل اللي قال، اللي يتبرع الحيل بعدين بيونه. وراس من ما سكت واحترمته هذا هفيس، ترى بتشوف شيء ما شايفينه. انا قررت اترافع عن برعي محاميه يعني، وانتوا المساعدين مالي في المحكمه غدا، موافقين؟ عبودي موافقين. ما موافقين حبيبتي غاليه. هذا سعدون، انا وش تسوي؟ انا تيجي معكم هذا محكمه. بتسيري حبيبتي بتسيري، بس ابي انا باشف مهمه ثانيه يسمونها ماشين امبوسيبل وعبودي قفاش. ايوه عبودي عبودي همنا نينو. وانا عملت لك ايه يا شيخ؟ جعلتني مجرما. الرجال هدوء، الدفاع يتفضل. سيد القاضي واللي عداله من يسار لمين، يحيكم. هذا ابوي برعي، برعي المسكين ما سوى شيء، واذا زل وايدين ابوي زلوا. ها وابليس، ابليس يا ابوي ملعون، وانت ابوي يضرب ابليس. بس لك ابوي القاضي، انت عاد تعرف ابليس زين ما زين؟ ها عارف؟ كمل. صح سانش بن سعدون، انت عاد اضراب ابليس يا القاضي. نور كمل. سهل لسانك رباب. يا هدرة قاضي، يا هدرة ما ستشارين مال هدرة قاضي، هذا بليس ملعون 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 يا ولدي. سوري يا هدرة قاضي، كمل مهات. صح لسانك وزير القومة كانوا الرحمن، هذا بليس نفر سمسم ملعون خربوتي. هدوء. بعد الاستماع للطرفين ترفع الجلسة، الحكم بعد المداولة. تراكم عيبري برعي، ما تستاخر رمسه، خضلك هذه ذاتك مذلة وحبوس وقلة سمعة. توب يا سي عارف، والله ما قررها، وما ليش دعوة باللي ما ليش فيه. هو ضحك علي وقال لي مترخصة. وانت نجوح طبل تصدق اي واحد يضحك عليك؟ بس انت وياه، خلي المحامية هي اللي تتكلم. وولد ابوي ما بيغلط مرة ثانية، وان غلط حرام فلت عليك عبودي، ولن اخشى في اكل متلائم. عبودي لا، عبودي لا. محكمة. بعد المداولة حكمت المحكمة بحبس المتهم برعي لمدة. صبري 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 يا ذكاذي صبري، مسكتوا هذه بيام شينزي تبي سيديها الناس، احسن ليش اعترفي وي، اعترفي هرامية واحدة. صحيح هذا الكلام؟ No, no, wrong. I don't know. English only. ما تعرف وش الكلام تاو؟ عبودي؟ عبودي نو، عبودي نو. أوكي، أوكي بوز، أنا في جيب سيدي. قبضوا عليه. وأنت يا برعي، ترى القانون ما يعفيك أبداً من المسؤولية، ولكن تقديراً لوضعك الأسري وحسن سيرتك، حكمنا عليك بأداء خدمات اجتماعية لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ريال. رفعت الجلسة. ياه يا عدل، ياه يا عدل. حلف إن ما يردها مرة.
يابس. بقول لك ايه، شل بامنك من هنا ولا بشلك بدي الصينية. انا مش ناقصك انت التاني، هتمشي من هنا ولا بلغ عليك الهيئة؟ وش فيك براعي؟ رابشني هالربشة، صوتك واصل اخر الشارع. من وين هنا الخير؟ شفتوا ده اللي كان واقف الدلي؟ اه شفناه، لا يقول بسيديات. ما تفكرنيش باللي زي مزا، على عموم ده حكايته غير. عاوزيني ابيع رسفرات تفتح قنوات المشفرة بالمجان. ارحبوا، قنوات تفتح بالمجان؟ ابو راي على كم هذا اللي سافر؟ انا شراي. وانت ما تيود؟